ما حكم تجاوز 11 ركعة في رمضان؟ جائز، لأن عائشة اش قالت لينا؟ تتحكي لينا فعل الرسول، ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. هذا بإجماع العلماء لا يعني عدم الزيادة، لا يعني تحريم الزيادة اللي كانوا تضربوا عليها الأطفال والدراري الصغار، مش حال هذا، ما عندهم عقل وما عندهم علم، والمسألة سهلة ما فيها والو. الرسول قال ما زاد على 11 ركعة الرسول، ولكن وصفات عائشة هذا ال 11 ايش قالت؟ لا تسألوا عن حسن قيامها وحسن قراءتها وحسن ركوعها وسجودها. يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ربعات الركعات يقعد فيهم ساعتين، ربعات الركعات، احنا التراوح في الساعة كلها، ربعات الركعات تيقعد فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم راحتي على نهار صلى مع حذيفة، جاء لقى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، دخل معاه قرأ الفاتحة الرسول ومشى مع البقرة، تيقول حذيفة بروكي اركع، دابا اركع، كمال البقرة كلها، قال دابا اركع، ما اركع شيء، مشى للنساء تيقول دابا اركع، دابا اركع، كمل النساء، قال دروكا يركع، ما اركع شيء، رجع لآل عمران، قال حتى هممت بسوء. اشنا هو السوء اللي هم به؟ ويخرج ويغلي ويخلي الرسول ويقول انا ما قادر على هذا الشيء. وشوف انت دابا شحال خص البقره باش تقراها وفي الصلاه وبالترتيل. هذه صلاه الرسول.